فالمهم قال التصوف منهج الحياة، والصحابة كانوا صوفية، ومشى قدام طلع ابن تيمية قادري، ده محمد انتصر الإزاري. والله انت لو قريت كلام ابن تيمية في مجموعة الفتاوى عن الصوفية والله تحتار. راجع اقراه ردم. انت قال الصوفية بكره ابن تيمية ليه؟ وليه بقول لك ابن تيمية مجسم وابن تيمية مشبه وكذابين في الكلام ده؟ ابن تيمية لا مجسم لا مشبه، ابن تيمية سلفي كذابين خلاص. ليه هم زعلانين من ابن تيمية؟ لانه ابن تيمية من اكثر العلماء خلاص في زمانه، واللي جاي الكشف الصوفية ده الكشف نظيف كشف شديد، عشان كده هم شام منه. ده محمد انتصر ده رجع قال بمدرسة جديدة يطلع شيوخ السلفيين صوفية، قال عشان من دقنه وفتله كطاب ما بتقدر، ونحن لو لمينا فيك يا صوفي بننتفك صوفة صوفة والله صوفة صوفة. لكن ده سنك ناس حسين خوجلي وراء الشاشة ونحن ما بجيبونه، نحن بنجيبك في الباب في وشنا بقول لنا ما، لكن والله ناخد جوا ثلاثة ثواني نفرتق البلد دي كلها. التصوف ما منهج حياة، التصوف هو دين أسوأ من دين أبي لهب وأبي جهل. الكلمة دي حارة؟ مش حارة؟ أنا بريدة ليه؟ طيب ده الكتاب الأول اسمه شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم للقاضي الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني، اشتريته من الدار السودانية للكتب هذا الكتاب قبل 10 يوم أو 9 يوم، ودي الفاتورة أنا مدبسة هنا بتاعت الدار السودانية للكتب، وده خدمة الدار كاتب لك خالص مع الشكر، يعني مزمل الفقير دفع قروشه واستلم الكتاب جزاهم الله خير. طيب أها قال شنو جوا الكتاب ده؟ من الغلاف، من الغلاف برا العنوان شرك بالله، شواهد الحق في الاستغاثة بسيد منه الخلق. ونحن قبل قررنا كما بين الله عز كما قال الله عز وجل إنه الاستغاثة واستستغيثون من يا جماعة ربك، وهناك ربنا قال النبي عليه ربنا قال إياك نعبد وإياك نستعين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، الآخرية من الآيات. الكتاب ده من الغلاف كفر بالله، شواهد الحق يعني الأدلة في جواز الاستغاثة بسيد الخلق اللي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني تخلي الله وتستغيث وتدعو محمد صلى الله عليه وسلم. كل ما أصه ما فيه صفحة ما فيها كفر، والله أنا قلبته ما فيه صفحة ما فيها كفر. حتى قال تكلم عن ابن تيمية قال كان ابن تيمية شجاعا ومناظرا، إلا أنه يعاب عليه أنه كان يحرم الاستغاثة برسول الله. ده جوه قال يعني بيستدرك على ابن تيمية، قال العيب بتاع ابن تيمية إنه كان بيمنع الكفر بالله، الاستغاثة بغير الله كفر، وده عيب على ابن تيمية. طيب أقرأ لك بس موضعين صغار نسبة للضيق الوقت. طيب قال في الصفحة رقم 260 قافية الهمزة في الباب الثامن، قال فأغثنا بناجي النبي عليه الصلاة والسلام، فأغثنا يا من هو الغوث والغيث إذا اجتهد الورى اللأواء، والجواد الذي به تفرج الغمة عنا وتكشف الحوباء، يا رحيما بالمؤمنين إذا ما ذهلت عن أبنائها الرحماء، يا شفيعا في المذنبين إذا أشفق من خوف ذنبه البراء. وده شرك بالله يا جماعة، لأنه أي زول يدعو غير الله عز وجل حتى لو دعا النبي صلى الله عليه وسلم أنت مشرك. ليه؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال لي ابن عمه عبد الله بن عباس قال لي إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. في الصفحة 286 قال ألا يا رسول الله يا أشرف الورى ومن ليس في العليا له من ينازع، ويا غوثنا في كل ضيق وشدة، ويا من لنا يوم القيامة شافع، ويا ملجئي يا مقصدي يا وسيلتي يا سندي، سيدي أنت نافع إذا كنت لي في كل أمر ملاحظا، فما أنا متعوب ولا أنا ضائع.
وده شرك واضح جدا، لأن المشركين ذاتهم ناس أبو جهل وأبو لهب ما كانوا بيدعوا غير الله إلا في حالة الرخاء. أما في حالة الشدة إذا ركبوا مثلا في الفلك في السفينة وكان دار يغرقوا كان بينادوا الله براو مخلصين له الدين والدعاء. ربنا قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر دل المشركين دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ديل بيقول لك استغيث بغير الله حتى في حالة الرخاء وفي حالة الضراء في حالة الشدة. يبقى ده أسوأ دين الصوفية، ده أسوأ من دين أبي جهل وأبي لهب. طيب ده ديوان الحلاج ومعه التواصيم أيضا في الدار السودانية للكتب، ودي الفاتورة أنا برضو مدبسة هنا مختومة خالص مع الشكر من الدار السودانية للكتب. يقول فيه الحلاج كفرت بدين الله والكفر واجب علي وهو عند المسلمين حرام. براه قال أنا كافر، أنا هنا كفرنا. طيب ده انتهى. ده هنا كتاب الفيضات الربانية في المآسر والأوراد القادرية، بس أنا دار اختصر لك. طيب في أبيات في الصفحة رقم 46 قال ضريحي بيت الله، اسمع الكلام ده يمكن لأول مرة تسمعه انت. قال ضريحي بيت الله من جاء زاره يهرول له يحظى بعز ورفعة. الضريح بتاع القادرية ده قال بيت الله الكعبة الشريفة. عشان كده البرعي في ليك سلام مني هنا بيمدح في شيخه، قال زرت حجة ورؤياه عيد في الشنطة قاعد. قال زرت حجة، تزور شيخه قال ده بعد الحجة كاملة، ورؤياه عيد زي عيد الأضحى والفطر. ده قال ضريحي بيت الله من جاء زاره يهرول له يحظى بعز ورفعة، وسري سر الله سار بخلقه، أنا سر الله سار بخلقه، فلذ بجنابي إن أردت مودتي، وأمري أمر الله إن قلت كن يكن، وأمري أمر الله إن قلت كن يكن، وكل بأمر الله فاحكم بقدرتي. ربنا قال في القرآن الكريم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الصوفية قالوا لا، شيخهم قال وأمري أمر الله، أمري أنا ده أمر الله ذات، إن قلت كن يكن. قال وأصبحت بالوادي المقدس جالسا، بعد ذر عرض بنبي الله موسى، شوف المجرم المشرك ده. قال وأصبحت بالوادي المقدس جالسا على طور سيناء قد سموت بخلعتي. قال وطابت لي الأكوان من كل جانب، الأكوان دي كلها طابت له هو من كل جانب، فصرت لها أهلا بتصحيح نيتي، فلا علم إلا من بحار وردتها، ولا نقل إلا من صحيح روايتي، وعاينت إسرافيل واللوح والرضا. عاين إسرافيل الملك وعاين اللوح المحفوظ، قال دي الصوفية، ده دين الصوفية أسوأ من دين أبي لهب وأبي جهل والله الذي لا إله غيره. بس أدونا معاكم فرصة كده في الإعلام ده عشان نجيه تمام. أي طيب قال وعاينت إسرافيل واللوح والرضا، وشاهدت أنوار الجلال بنظرتي، شاف الله قال بنظرته هو، الصفحة 46 قال وشاهدت ما فوق السماوات كلها، كذا العرش والكرسي في طي قبضتي. العرش بتاع الله والكرسي بتاع الله الصوفية قالوا ماسكينه في يدهم، ده كفر ولا ما كفر يا جماعة؟ جيب أي زول في الكرة الأرضية دي قول له ده كفر ولا ما كفر، بس ما يكون صوفي، قول له ده كفر ولا ما كفر. قال وشاهدت ما فوق السماوات كلها كذا العرش والكرسي في طي قبضتي. العرش بتاع الله والكرسي، ربنا قال وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صوفية قالوا لا، قال الكرسي بتاع الله أنا ماسكه بقبضة يدي واحدة، والله يا جماعة ما في كفر قدر ده أبدا أبدا والله. وأوجب ناس يحاربوا على وجه الأرض قبل اليهود هم الصوفية دي،
والله يا جماعه كلام ده نصيحه، ودي رساله للسروريه تبع عبد الحي يوسف. هذول ما يكون بليد. هيا بنا الى فلسطين. في هنا في سجم رمات هنا. عرفت كلامي؟ في السودان ده من الدار السودانيه للكتب والكتاب. في الطابق الثاني الجناح الغربي الناحيه الغربيه. امشي اشتريه. ده الكتاب ده. طيب فديل الدارين جهاد، مش نحن نقول نكتلهم، لا لا لا، دي ما دعوتنا كده، شغل الحاكم، شغل الحكومه. نحن نجاهدهم بالحجه باللسان، قال الله قال رسول الله، ونكشف كتبهم دي. وده ما يقدر يعمل حاجه، يزيرق ولا يبيض، ما يقدر يعمل اي حاجه. طيب قال وكل بلاد الله ملكي حقيقه. كل بلاد الله دي حقتي انا كلها. وكل بلاد الله ملكي حقيقة وأقطابها من تحت حكمي وطاعتي. أمشي ثاني قدام شوية. قال سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعال طبولي في السماء في السماء والأرض دقت وشؤوس السعادة قد بدا لي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي فلو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى مشى لي. طيب كلام ده ما داير له شرح، واضح. قال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري في بحار لصار الكل غورا في الزوال بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قبلي قد صفى لي. ها قال مريدي هم وطب واشطح. وده الكلام اللي قاله قبيل شيخ شهاب انه المجازيب ده بينبذوا بيتكلموا كلام من الصر للركبه. ليه؟ لانه الشيخ قال لهم شنو؟ اشطح. قال واشطح وغني غني وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي. طيب امشي قدام. قال نظرت لعرش الله، ده صفحه 56، نظرت لعرش الله واللوح نظرة، اللوح المحفوظ وعرش الله، قالنا شاف نظرة فلاحت لي الأملاك والرب سماني وتوجني تاج الوصال بنظرة ومن خلع التشريف والقرب أكساني فلو أنني ألقيت سري بدجلة لغارت وغيض الماء من سر برهاني ولو أنني ألقيت سري على لظى نار جهنم ولو أنني ألقيت سري على لظى لأخمدت النيران من عظم سلطاني. ده مش قال كده؟ قال ممكن يطفي نار الجحيم. ده محمد عثمان الميرغني. الجماعة دي بيشوفوا الكفر من بعض. نفس الكلام ده قالوا صفحة 93. قال أنا عرشها والكرسي وأنا للسما بانيها لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. وده برضو قال شنو؟ ولو أنني ألقيت سري على لظى لأخمدت النيران من عظم سلطاني ولو أنني ألقيت سري بميت لقام بإذن الله حيا وناداني وقفت على الإنجيل حتى شرحته. والإنجيل محرف، تعبان ليه؟ ربنا قال يحرفون الكلمة عن مواضعه. والله يا حماد المنتصر بإذن الله ألم فيك، والله أنتفك نتف، والله يفرج فيك الخلق كله، لكن بس مدخلينه ورا القزاز بتاع الشاشة، نحن ما قادرين نخش هناك. ضربنا اول امبارح لاحدى القنوات السودانيه، قلنا لهم ادونا 20 دقيقه، قالوا 20 دقيقه ب 8 مليون، قلنا لهم دايريننا. وانا متاكد ما بيدونا ليه، بس كان يتقصوا يدونا ليه. بس 20 دقيقه. مش ده؟ ثاني ما بتلقوا ابدا. ابدا ما بتلقوا. ولا بتلقوا صوم في لافي باذن الله، ان شاء الله تعالى. بس 20 دقيقه 80 8 بنجمعها ان شاء الله، بنجيب الله بيوفقنا، لكن بننجمهم. والبلد بتمشي قدام والغاز بيجي والمويه بتتصلح والسكر بيرخص والبنزين بيرخص، لانه ده الكفر ده هو السبب الذي بسببه نمنع الخيرات. ربنا قال ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. ديل هم المانعين البركه تنزل يا جماعه، سبب في منع البركه. زول بيقول انا الله خلق النار،
ربنا قال يوم نقول لجهنم هل امتلأتي وتقول هل من مزيد، ده قال أنا بطفيها. والفنان ده قال هي النار ولعت، ده قاصد نار الدنيا بقلبي يطفيها، وده نار لظى وده نار الجحيم خلاص. المرغني والقادري قال لظى بيطفيها. قال ولو وقفت على الإنجيل حتى شرحته وفسرت توراة وأسطر عبراني كذا السبعة والألواح جمعا فهمتها وبينت آيات الزبور وقرآني وفكيت رمزا كان عيسى يحله به كان يحيي الموتى والرمز سرياني. عيسى عليه السلام كان بيحيي الموتى برمز؟ الكلام ده كله كفر. وده قال ده محمد عثمان عبد البرهاني، قال جبريل وميكال عزراء جنودي في التصريف هم تحت إمرتي. قال أجود على أمي لترحم طفلها ورحمة من في الكون من بعض رحمتي. كل الكلام ده مثلا الزمن مش أنا ما أقدر أقرأ، واكتفي بهذه الأمثلة البسيطة مع كلام المشايخ جزاهم الله خير. التصوف دي للشرك، لكن ما أي صوفي كافر تفهم الحتة دي. في صوفي يا دوب خش الليلة لقى الفتة ظريفة والزلابية حارة دخل، لكن ما بيعتقد العقائد دي، ده بنقول له أمره. لأنك لو واصلت الدخول واعتقدت العقائد دي أنت كافر. أمره زلابية دي أكلتها أطلع، تعال بنديك مندي أطلع خلاص. لكن العقيدة بتاعت الصوفية عقيدة شنو؟ كفر والله العظيم كفر عديل. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، لحسن استماعكم.